السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد لاطرط ديال الاوريو اللي غادي نحتاجوا لها ان شاء الله. هاد لا جينواز، هادي لا جينواز غادي تلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو، عندي فيديو خاص بها غادي تشوفوه انتما كيفاش كتجي. هذا كنصوبوها ببودره الكاكاو باش كتجي على هذا اللون. هذا كاينه بغيتو بيضه، وغادي ننزل لكم البيضه وغادي ننزل لكم هاد البنيه. هنا غادي نحتاجو ان شاء الله في المقادير. بالنسبه للكريمه، الكريمه عندي هنايا شونتيي، هو هذا هادي غادي نضيفها هنايا. وغادي نضيفو معاها كاس ديال الحليب بارد، يكون بارد مزيان، انا بردتو مزيان في الثلاجه. غادي نضيفو هنايا القياس ديال 300 مليلتر تقريبا هكذا. هاد الكريمه هادي هي شونتيي اللي كتكون بودره، كتكون شي شويه حلوه، يعني ما نديرش الحلاوه. ويلا مشيتو حتى درتو الكريمه الاخرى كتكون مسوسه، نتوما على حسب شنو كتشريو، واش الحلوه ولا المسوسه. هنا غادي ندير واحد الخليشه ديال الفاني، وغادي نديرها غادي تطلع مزيان. صافي هنايا غادي نبقى كنطرب في هاد التصراب هكذا، يعني تكون دائما العجانه تكون مجهده مزيان حتى التالي باش كتطرب تقريبا واحد جوج دقائق حتى لثلاثه بالنسبه للعجانه، ولكن بيديكم غادي دير واحد على الاقل واحد 6 دقائق وانتم كتطربوا وما تحبسوش حتى كتعقد لكم هذا. ولكن الكميه اللي عطيت لكم هي هذيك، ولا جاكم قاصح تقدروا تزيدوا جوج معالقات ديال الحليب او لا جوج معالقات ديال الماء. النص ديال الكريمه غادي نخلي هنا للتزيين، غادي نخلي شي لاخر يعني غادي تتبعوا المراحل اللي غادي تشوفوا قدامكم. دابا غادي نهز هنا واحد شويه اللي غادي ندير من الفوق للدهن، صافي انتما شفتوا. هنا غادي ناخذ هاد الباكيه ديال اوريو، ما ذكرتلكمش هادو ثلاثه ديال الباكيات كيف ما كانت النوعيه ديال اوريو، راه فيه انواع بزاف. وعندي كذلك هاد الشكلاط، هذا التزيين تيكون مزوق، هانتوما شفتوا كيفاش داير. تيكون على هاد الشكل هكا، غادي نخليه على جنب. هادو هما اللي غادي نحتاجو. هنا هاد اوريو هذا غادي نحلو، غادي نضيفو هنا. هنا غادي نقبطو، غادي نهرسو هي بيدي هكذا. كيموتوا الدراري على هاد اوريو هذا. هذا راه عندي عيد الميلاد ديال ولدي، هو اللي طالب هاد الحلوه اللي فيها اوريو. ايوا كندير لهم الخاطر ماشي مشكل، واخا هاد كندير لهم الحقيقه غير حليوات اللي كيتشهاو، راه ماشي من النوع اللي. هنا غادي نقبض، غادي نهرسو بشويه هكا، ما يبقاش كبير. صافي هنا كي رديتو بحال هاد الشكل هكا، غادي نقبطو وغادي نضيفو فوق هاد الخليط هذا.
وغادي نخلط. هانتوما كيفاش كتشوفوا، صافي كنحصلوا على هاد الكريمه اللي مخلطه عندنا بالاوريو. هنايا غادي ندوزو للمرحله الثانيه وهي عندي السيرو. هنا غناخد لاجينواز ديالي، غادي نقبط هذا الوجه ديالها، غادي نديرو هو الاول من التحت. هذا اللون المغلوق واخا كتشوفوه هنايا، هذا غير حيت اللون الداكن كيتجمع في الوسط. هنا عندي السيرو اللي دايره فيه انا كاس لارب ديال الماء وكاس لارب ديال السكر سنيده، ودايره مع خنيشه ديال الفاني واحد شويه ديال الخل. هنا دابا غادي نسقي هاد لاجينواز ديالي. هانتوما شتو كي كيرجع هاد الماء معسل شويه باش كنسقيوها باش ما كتجيناش ناشفه. صافي هنا غادي ناخذ واحد الكميه ديال هاد الاوريو. هذا انا قسمت هاد لاجينواز هادي على ثلاثه. باش غادي يجيونا جوج ديال الطبقات لداخل، يعني جوج ديال الطبقات. صافي هنا من بعد ما دهنتها غادي نقبض، غادي نضيف الوسط غادي يبقى في بلاصته. هانتوما شفتوا، حاولوا انكم تقدوها بيديكم هكا شي شويه. غادي نقطعها ثاني نفس السيرو، كيتسقى غادي نضيف النص الثاني فقط، يعني النص الاخر الفوقاني اللي غيكون فوق سطح الحلوة غادي يكون بيض. دابا غادي نضيف هذا كله وغادي نقادلو. هنايا دابا غادي نغطي بالطبقه اللي كتكون من التحت هي اللي غادي نحطوها من الفوق هكا، ولكن على بلاصه التقطيعه. هانتوما شفتوا كذلك غادي نسقيها شي شويه. نفس الطريقه لكل شيء، ومن بعد غادي نضيف لها الكريمه البيضاء اللي ما فيهاش الاوريو. الاوريو فاش كيتخلط مع الكريمه كيجي رائع. انا هذا كل عام تبارك الله كيبغي لي غير الحاجه ديال الشكلاط، مره نديرها له بالبيض، وراني كنت قدمتها لكم بالبيض وكنت قدمتها لكم مازال ان شاء الله نقدم لكم واحده اخرى كنت ما درتلهاش فيديو، كتجي رائعه بالشكلاط البيض. ان شاء الله غادي نقدمها لكم. دابا هاني انا غادي نجيب الكريمه وغادي نغطيها كلها باش ما نطولش عليكم الفيديو. انا غادي نغطيها بحال اي طرطه اللي كنت قدمت لكم شحال من مره، غادي نغطيها كلها الواجهه ديالها ومن الجناب ديالها ونرجع لكم. هنا بعد ما كملتها ها هي دي كامله. دابا غادي نكحسها هنا على جنب، غادي نقبط هذا غادي ندوبو في واحد النص ديال هاد ولا غير ربع في هاد الباكيه ديال 100 غرام ربع ديال الكريمه، وغادي يدوب هذا نسخنو ويدوب هذا ومن بعد نرجع لكم.
هنا درته في ميكروهوند سخن مزيان. انا غادي نضيف عليه هذا ونبدا كنحرك فيه حتى كيذوب له ديك الشكلاط. كل ما كتحركي كل ما كيذوب داك الشكلاط وكيعطي اللون ديالو الكحل. هذا درت داك الغامق. صافي دابا هذا دار ليا كامل هاد الشكلاط هذا اللي انا ذوبت. غادي نقطو وغادي نديرو في هاد الجنب هذا باش نخليه يسيح بوحدو. باش كيعطي واحد المناظر مزيون. هكذا هكذاك حتى نكملها. صافي هنا من بعد ما درت الشكلاط هانتوما شفتوه هي عشوائي ماشي بالسيف. هنا غادي نرشو هذا الشكلاط من الفوق. نفرشوه هكذا. يعني بلا ما توصلوا حتى للجنب لاننا حنا غادي نديروا الكريمه من الجنب وريضات. صافي هنا بالنسبه غادي نجيب الكريمه اللي حطيت بردات. هذه الكريمه اللي حطيت قبيله حتى تبرد هانتوما شفتوا. غادي نقبطو غادي نديرو دائما بحال داك الوردات اللي دائما كندير لكم. القياس نيشان اللي درت هو هذا. هنا خديت هذاك الاوريو قسمته على جوج. خليت البلاصه ديال الكريمه هي اللي غادي نحطها في هاد الجنيبات. هنا كنبقاو غاديين عليها هكذا. وبالنسبه هادوك اللي ما فيهمش النص الثاني هما اللي غادي نضيفوهم الفوق بحال هذا الشكل باش كنحصلوا على هذا المنظر. هذا من بعد وغادي ننزل لكم الكاميرا باش تشوفوا وان شاء الله نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالها. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الطرطه ديالنا. كتجي على هذا الشكل هكا. كنتمنى انكم تجربوها وتطبقوها بهذه الطريقه. هذه كتجي جميله جميله بزاف. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.